أكيد بأحوال الطقس ومستجدات الوضعية الجوية، وتلتحق بي من الأستوديو الثانية زميلة هناء خواطرية لإطلاعنا على جديد أحوال الطقس. تفضلي هناء. صباح الخير أسامة، وصباح الخير لكل مشاهدينا. إذا إن شاء الله بداية من ليلة يوم الغد إن شاء الله سيكون فيه قدوم اضطراب جوي محمل بتساقط أمطار رعدية ستكون محليا معتبرة، ستخص في البداية المناطق الشمالية الغربية، يمتد تدريجيا ليخص حتى الولايات الوسطى و الشرقية للوطن. إذا هذا الاضطراب الجوي سيكون نشيط الفعالية، الأمطار راح تتعدى كميتها 50 ملم محليا، وأيضا مرفوق بتساقط للثلوج على أغلب المرتفعات التي يفوق علوها 1000 إلى 1100 متر بإذن الله. أكيد كل المرتفعات الغربية الوسطى وكذلك الشرقية الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية يوم الجمعة على الأقل. أكيد في نفس الوقت راح يكون إن شاء الله مرفوق بهبوب رياح قوية وتراجع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى والدنيا، خاصة بما أنه خلال نهار اليوم راح نسجل درجات حرارة قياسية فيما يخص أغلب المناطق الشمالية الغربية خاصة. فيما يخص مشاهدينا الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من بثنة، كذلك قسنطينة، سوق هراست، بسع، النابة، ولاية سكيكدا، بجاية، سطيف، أيضا الجلفة، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، ولاية شلف، مست غانم، تيارة، معسكر، سيدي بالعباس. أيضا بالنسبة لسعيدة، تلمسان ووهران. للإشارة الأمطار ستخص حتى بعض الولايات الجنوبية، تحديدا كل من غردايا، كذلك الوادي توجرت، أيضا ببسكرة وولاية الأغواط. فيما يخص توقعات إن شاء الله الوضعية الجوية خلال نهار اليوم، إذا كان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه يخص أغلب المناطق الشمالية الغربية بتسجيل درجات حرارة قياسية، ارتفاع جد محسوس راح تتعدى درجات الحرارة القصوى 35 درجة تحت الظل، ستكون بداية من منتصف نهار اليوم تستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم بإذن الله، وهذا على كل من سيدي بالعباس، ولاية غليزان، أيضا عين الدفلة معنية بالتنبيه. فيما يخص باقي الولايات هي معسكر، شلف، وولاية تلمسان. ولاحظنا حتى خلال صبيحة اليوم كان فيها درجات حرارة نوعا ما مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية وكذلك مقارنة بالمعدل الفصلي، فيرتقب إن شاء الله فيما يخص الجزائر العاصمة راح نسجل إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم حوالي 31 درجة، عنابة، جيجل، سكيكدا ستقارب 30 درجة. فيما يخص المدية، تيزي وزو والبويرة ستصل إلى 32 درجة. فيما يخص باتنا، خنشلة، بسا، قسنطينة، سطيف، أم البواقي وبرج بعريريج درجات الحرارة إذا ستقارب إن شاء الله 28 درجة. إذا في اندفاع كتلة هوائية حارة من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارات جنوبية غربية إلى غربية. فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري حوالي 45 درجة كأعلى مقياس ببرج باجي مختار، إنجزام، أدرار أو إليزي، جانيت، إناميناس، أدرار، تيمياوين، رجان، إن صالح ستقارب إن شاء الله 40 درجة. بشار، غردايا، زلفانة والمنيعة أيضا ستكون الأجواء حارة تقارب إن شاء الله حوالي 37 درجة. للإشارة خلال نهار اليوم سيكون في تطاير كثيف للزوابع الرملية فيما يخص المناطق الجنوبية، مع احتمال يكون في تطاير لبعض الغبار فيما يخص الهضاب العليا الغربية خلال ظهيرة اليوم. لكن بداية من صبيحة يوم الأربعاء سيكون في اندفاع كتلة هوائية باردة راح تعمل على تراجع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى وكذلك الدنيا، وخاصة القصوى اللي راح نسجله خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله حوالي 35 إلى 36 درجة. فالتعود ترجع إلى المعدل الفصلي نوعا ما باردة خاصة على المناطق الداخلية اللي راح تعرف إن شاء الله تساقط للثلوج، راح نسجله حتى حوالي درجة واحدة تحت الصفر كأدنى مقياس خلال الفترة المسائية والصباحية على كل من النعامة، البيض، مشرية، كذلك بالنسبة لميلة وسعيدة، أيضا على باتنا وخنشلة، القصوى على السواحل. إذن بداية من صبيحة يوم الأربعاء لن تتعدى 15 درجة، والمناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ستتراوح بإذن الله بين حوالي 10 إلى 14 درجة فقط خلال الظهيرة. إذن مشاهدينا خلال نهار اليوم البحر سيكون مضطرب على أغلب السواحل الوطنية، الرياح ستكون قوية تقارب سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، وهذا على طول الشريط الساحلي. اتجاه الأمواج يبقى شرقي إلى شمالي شرقي، وعلو الأمواج يتراوح بين المتر إلى المترين على
كافة السواحل الوطنية. إذا المشاهدين الكرام، إن شاء الله خلال نهار اليوم الأجواء ستكون حارة بامتياز، أجواء صيفية، وبداية من يوم الغد راح نسجل أجواء شتوية، أمطار رعدية معتبرة، ثلوج وتراجع في درجات الحرارة بإذن الله. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والعودة إليك أسامة. الشكر موصول لك أيضا هنا على كل هذه الأخبار.